بسم الله الرحمن الرحيم، أنا وسهلا بحضراتكم. قعدنا اتكلمنا على فسح عقد يوسف البلايلي، ويوسف البلايلي مشي من قطر القطري عشان سجل هدف المنتخب القطري، وفي الآخر الموضوع طلع مش كده خالص للأمانة. يعني اتصدمت لما عرفت السبب الحقيقي. السبب الحقيقي إن يوسف البلايلي كان عايز يزود عقده وقطر القطري رفض وفسخوا العقد بالتراضي. ويوسف البلايلي كان عامل حسابه إن هيجي له عروض كبيرة بعد كأس العرب، بس للأسف الشديد ما جالوش عروض كبيرة، لأن يوسف البلايلي عنده 29 سنة. فقصة ان انت يجيلك عروض كبيرة في السن ده الموضوع صعب للامانة. فالموضوع كان واقف على ان يوسف البلايلي لسه مستني العروض اللي تجيله، ومستني كمان كاس الامم الافريقيه، بحيث ان هو لو قدم كاس الامم الافريقيه مميزه هيكبر الانديه ان هي تبص له مهما كان عمره الكبير، لان هو ممكن يلعب في الدوري الفرنسي حتى هو عنده 29 سنه، ممكن يلعب في الدوري التركي، ممكن يلعب في الدوري البلجيكي، الدوري البرتغالي، اي دوري من الدوريات دي كلها، او حتى كمان ممكن يلعب في الخليج بالرقم اللي هو عايزه. كل ده في مقابل انك تقدم كاس امم افريقيه محترمه. بس مع الاسف الشديد المنتخب الجزائري خرج من كاس امم افريقيه بدري، فبالتالي يوسف البلالي بقى عنده مشكله، وهو انك دلوقتي رفضت عرض الدحيل، وكان في عروض من الاهلي والزمالك، بس مع الاسف الشديد الطلبات الماليه بتاعتك كان مبالغ فيها جدا. فدلوقتي انت كيوسف البلالي بقى عندك مشكله، وهي حته انك مش لاقي فريق. والله بجد يوسف البلالي حاليا مش لاقي فريق. طلع بقى الكلام عن الرجاء المغربي، وفكره ان الرجاء يتعاقد مع يوسف البلالي في الوقت ده اعتقد ان هي فكره كانت هبديه، يعني اترمت كده ومحدش كان عارف الابعاد بتاعتها ولا حد كان عارف المصداقيه بتاعتها، لان الرجاء صعب يتعاقد مع يوسف البلالي حاليا، ويوسف البلالي مستحيل يتعاقد مع الرجاء حاليا. فاحنا دلوقتي قاعدين نتكلم ان يوسف البلالي جاي له عروض ايه؟ والله العرض الاخير هو التعاون السعودي، عرض التعاون السعودي هو العرض الاخير ليوسف البلالي. هتقول التعاون السعودي للدرجه دي يوسف البلالي مش لاقي فرق؟ يوسف البلالي فعلا مش راضي، لان يوسف البلالي مع الاسف الشديد عنده عقليه ابراهيم سعيد وصالح جمعه، وابوه عايش في دور ابو نيمار بجد والله. لا بسم الله ما شاء الله، يعني يوسف البلالي غير ملتزم ولاعيب مسجنجي، وابوه اهم حاجه انه ياخد فلوس كتير. اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني ايه اللي خلي الفرق تبقى مغريه قوي ان هي تروح تعاقد معاك؟ مستواك الكويس جوه الملعب، بس مستواك الكويس جوه الملعب ده الفتره الاخيره ما كانش موجود، فبالتالي هيروحوا يتعاقدوا معاك ليه؟ انت لاعب بتطلب طلبات ماليه عاليه جدا، غير ان والدك بيطلب طلبات ماليه برضه مبالغ فيها، فالانديه تعاقد معاك ليه؟ انا عن نفسي كراجل مصري واهلاوي كان نفسي الاهلي يجيب يوسف البلالي مكان ميكي، مكان اي لعيب من اللعيبه اللي احنا مش بنستخدمهم، هو ميكي يعني، هو ميكي بس اللي هو يوسف البلالي كان مفترض ان احنا نتعاقد معاه. بس يوسف البلالي الفلوس اللي طلبها كانت اعلى بكتير قوي من الاهلي بيديها، وبصراحه دي حاجه غريبه، اللي هو انت مقدم مستوى سيء في كاس الامم الافريقيه، فبالتالي وافق على عرض النادي كبير في افريقيا، او وافق على عرض النادي خليجي، لان انت ما لقيتش غير عرض الدحيل. فدلوقتي انت مطالب انك تروح تعاقد مع التعاون السعودي، واذا ما تعاقدتش هتبقى اعتقد ان فرصه انضمامك للمنتخب الجزائري هتكون معدومه تماما، لان انت مش هتكون على حساب نادي، اللي هو انت مش هتقيد في نادي، فبالتالي جمال بالمره هيضمك ازاي وانت ما بتتمرنش اساسا، لان انت مش مع نادي. فاعتقد ان الموضوع هيكون صعب جدا بالنسبه ليوسف البلالي الفتره الحاليه، لان هو قدام قرار واحد بس، انك لازم تقبل بعرض التعاون السعودي، لان انت ما عندكش غيره، لان للاسف الشديد زي ما قلت لك العقليه السيئه وابو نيمار لبسوك في العين. كان نفسي يوسف البلايلي يروح مكان محترم، بس مع الاسف الشديد طلع وكيل اعمال فرنسي وقال لك ان الكلام اللي كانوا بيتكلموا فيه على اهتمامات الانديه الفرنسيه بيوسف البلايلي كان غير حقيقي، وكان فيه وكلاء اللعيبه كانوا بيحاولوا ان هم يحشروا يوسف البلايلي في مفاوضات مع انديه، والكلام ده كان قاله ابو يوسف البلايلي، وقال ان فيه وكلاء اعمال حرموا ابنه من الانضمام لفرق فرنسيه، وفي الاخر بعد كل الكلام ده اكتشفنا ان ما كانش فيه عروض اساسا ليوسف البلايلي. نتمنى ان يوسف البلايلي يطلع له عرض كويس في الخمس ايام الجايين دول قبل قفل الميركاتو، ونتمنى ان احنا نلاقي يوسف البلايلي موجود في اي فرقه محترمه في الخليج، لان عدم وجود يوسف البلايلي في الخليج ولا في اوروبا هيبقى الموضوع صعب جدا انك تكون موجود تصفيات كاس العالم مع منتخب الجزائر قدام منتخب الكاميرون. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش الفيديو فانا مضطر اقفل علشان خاطر الراجل خلاص هيجي يبيع بطاطس هنا جنبي في الاوضه، فمعلش يعني نزق الفيديو مع بعض شويه.